ايه رأيكم نحول القميص من كده لكده؟ بصوا، اي قميص رجالي عندكم هو ده اللي هنشتغل عليه. انا هنا بعد 4 زراير، ومن بعد الزرار الرابع هقصه، وده الطول اللي انا عايزاه. تقدري طبعا تتحكمي في الطول زي ما انت عايزه. وبالنسبه للكم هنفتح فتحه من عند الكتف لغايه الكار. الحته اللي احنا قصناها من القميص هنلفها زي ما انتوا هتشوفوا في الفيديو دلوقتي، وهنعملها ورده. ريدي؟ شو هالجمال والله. يلا نكمل بقيه الاوتفيت، بس الاول تعال نشوف الورده هنحطها فين. هنحطها هنا. استخدم الدبوس الكبير ده. دخلت الدبوس، هبدا اشبكه في الورده بتاعتي. سهلة جدا. هلبس دي في ايدي، وبالنسبة للحلق هلبس ده. انا لابسة الحزام الاصفر ده، بس انا حابة ادخل معاه حاجة سيلفر. ده هلبس الساعة، وهمسك يالو باج برضو. قلتي لي يا دكتور انا واقفة لوحدي، عكسني شباب جري نزلت لك. حقك خدلك. ودي كانت الكذا فكرة اللي احنا عملناهم في فيديو واحد بتاع النهاردة. بس كده، متنسوش تعملوا لايك وشير عشان الفيديو يوصل اكبر عدد والكل يستفيد. ومتنسوش طبعا تكتبولي رأيكم في الكومنتس في فكرة النهاردة. باي.